تفجير مديرية أمن الدقهلية هي آخر هذه العمليات التي استهدفت مديريات الأمن والمواقع الأمنية في عدد من محافظات الجمهورية على مدار الستة شهور السابقة. التفجير اللي حدث بعد منتصف ليل الأمس يعني نتج عنه حتى الآن سقوط 13 شهيد، 12 من هؤلاء الشهداء بينتموا إلى وزارة الداخلية، وشهيد واحد من المواطنين اللي حظه السيء خلاه موجود بالقرب من موقع الانفجار بالأمس. عدد المصابين حتى الآن 134 مصاب، بعضهم تم إسعافه في موقع الحادث وخرج، بعضهم تم التوجه بهم إلى المستشفيات الموجودة في مدينة المنصورة. حضراتكم بتتابعوا مشاهد معانا، هذه المشاهد من أمام مديرية أمن الدقهلية. هنتابع الموقف الآن ونتوقف على حالة المصابين اللي موجودين حاليا في مستشفيات المنصورة. نتابع هذا التقرير عن مصابين الحادث الإرهابي الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم. من وقت حدوث الانفجار بمديرية أمن الدقهلية اللي وصل في حوالي الأربع مستشفيات، احنا استقبلنا الحالات كلها في مستشفيات الدولي ومستشفى العام القديم ومستشفى طلخة المركزي ومستشفى الطوارئ الجامعي. كان عدد الحالات الكل الإصابات 102 حالة خلاص و12 جثة. ال12 جثة في منهم اثنين في المستشفى الدولي هنا، وفي أربعة في مستشفى طلخة، وفي ستة في مستشفى الطوارئ الجامعي. جميع الحالات اللي وصلت كانت ما بين جروح قطعية وردود، خلاص ده الغالبية العظمى من الحالات. خلاص كان في حالات مخ وأعصاب، وفي حالات إصابات مباشرة في العين، وحالة واحدة بس كانت مجزيلو فيشيال اللي هي جرح قطعي، خلاص تهتكي بالوجه والفكين. تم عمل الإجراءات الطبية الكاملة للحالات كلها خلاص، وتم وضعهم تحت الملاحظة خلاص. وبدأنا النهاردة الصبح خلاص السادة الاستشاريين الموجودين من الأطباء مروا على الحالات، خرجوا جميع الحالات اللي كانت مستقرة وتحت تحسن على أساس أنها تتابع بعد كده في العيادات الخارجية خلاص. فباقي في المستشفى الوقتي الدولي تسع حالات في الجراحة العامة خلاص، وحالتين في العناية، وثلاث حالات مخ وأعصاب، وحالة واحدة بس في العظام. المستشفى الطوارئ الجامعي كل الحالات اللي كانت موجودة فيها كانوا 47 حالة، اللي باقيين فيها لحد دلوقتي لسه بيتلقوا العلاج 23 حالة. كله كان موجود في العمل بتاعه، وكله كان موجود في المكاتب بتاعه. كان حوالي الساعة واحدة إلا تلت كده أو واحدة إلا ربع. حصل الانفجار ده صوت عالي، يعني حاجة مريبة جدا. ناس كتير اتعورت وناس كتير ماتت، وطلعنا ناس زمايلنا من المدرعات. ما اعرفش، انا ما حسيتش، انا جيت ابص لقيت ناس جايبيننا على المستشفى هنا، ما اعرفش بقى ايه تم. كنت واقف بتكلم في التليفون قدام المحل على طول، سمعت انفجار فظيع، وقعت طبعا. ساعدت هنا، سبت لقيت اخويا كده، سبت المستشفى وخرجت، رحت هناك وقعت هناك برضه تاني من المنظر الحاجة، المحلات كلها على الأرض. كنت واقف في المحل فجأة لقيت جسمي كله اتهز، وقعت على الأرض ومش عارف أتحرك. قعدت أنادي أنادي أنادي، محدش بيرد عليا، لحد ما واحد صاحبي سمعني جاب خمس عساكر وقعد يشد في الحاجة وطلعوني وركبوني إسعاف وجابوني على هنا. أنت ليكي هنا اتنين مصابين؟ أيوة، ولادي الاتنين كانوا في المحل بتاعهم، المحل وقع عليهم لما القنبله اتفرقعت. دوت اتصف رقبته والتاني اتصف دماغه. والاثنين قول الحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا. التقارير المبدئيه الطبيه يعني قالت ايه هنا في بالنسبه للاصابات بتاعت اولادي؟ هو محمد هيتنقل مصر مستشفى المعادي عشان رقبته في كسر في عنق الرقبه، لان المحل كله وقع عليه. وهنا دماغه مش عارفة، في كدمات برضو في ظهره وفي جسمه. ربنا يتولاهم برحمته. تمنياتنا بالشفاء العاجل طبعا لكل
الضحايا من المصابين اللي دخلوا مستشفيات المنصورة، عددهم 134 مصاب، وهناك أيضا شهداء يقدر عددهم حتى الآن ب13 شهيد تخرج جثامينهم إلى مسجد النصر في الدقهلية في مدينة المنصورة بعد قليل، وننقل لحضراتكم هذه المشاهد. ما زال معنا في الاستوديو الكاتب الروائي الكبير الأستاذ إبراهيم عبد المجيد. أستاذ إبراهيم برحب بك مرة تانية، ولو سمحت لي، يبدو أن هناك اشتباكات في جامعة الأزهر، طالبات الإخوان اشتبكوا مع أفراد الأمن الإداري ومزقوا يافطة كلية الدراسات الإنسانية. معنا على التليفون الأستاذ محمود صبيحة مدير الأمن في جامعة الأزهر. أستاذ محمود برحب بحضرتك. خلاص يا فندم، من أسلكوا عفومي تبعين أهو. أستاذ محمود معنا؟ طيب أستاذ محمود صبيحة برحب بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. أستاذ محمود، إحنا عندنا خبر أن طالبات الإخوان في الأزهر مزقوا اليافطة واشتبكوا مع الأمن الإداري، لو ممكن تحطنا علما بتفاصيل هذه الحادثة. أنا مبدئيا أنا آسف، مع احترامي لحضرتك الأول، مساء الخير. مساء النور. مبدئيا أنا أعتذر لحضرتك للشعب المصري كله على أنهم كلمة طالبات الإخوان ولكن بلطجية الإخوان. الأعمال التكتيكية اللي بيعملوها والبلطجة وقلة الأدب والسفالة والوقاحة لا ممكن. احنا ممكن نقول طيب لو ممكن توصف لنا الحادث ذات نفسه استاذ محمود. هو الصبح حبه كالعاده يعطل دراسه في كليه الدراسات لتعطيل سير الامتحانات، اتعاملنا معاهم فرض الامن الاداري ومكننا من دخول كل الطالبات للدراسه والامتحان. ثم فوجئنا بعد كده ان انا بلغت من امن الجامعه ان في مجموعه من الملثمين تم الاستعانه بهم من قبل بلطجيه الاخوان اللي هم البنات، ونطهم يرهبهم الطالبات واعضاء التدريس. فقمت انا بالفور بخدت مجموعه من الامن الاداري على مستوى الازهر، وتوجهنا بعد ما بلغونا ان هم بداوا يحرقوا في بعض اوراق الشجر وافرع الشجر ويرشوا بعض المواد السائله على الطالبات، عباره عن الماده اللي احنا مسكناها خل على فلفل اسمر وشطه وليمون والبطاط اللي هي الصودا الكاويه دي، وكانوا بيرشوها على وجوه البنات، والحمد لله سيطرنا على الموضوع وما فيش اي اصابات عندي، ومسكنا مجموعه من الطالبات او البلطجيه وتم تسليمهم ومحافظين عليهم بالفعل حاليا. طب هل سمحتم او استدعيتوا قوات الامن والمطافي ان هي تخش تسيطر على الموقف يا فندم؟ انا هوضح لحضرتك، لا الحمد لله السيطره بدايه حصلت من خلالنا، وكالعاده اللي دايما كلمه بقولها بيجروا اي فران ده ما بيلاقوا اللي بيتفضلوا، وانا بقولها على الهواء، اذا ما فيش مخلوق في الدولة يطلع يقول لحقوق إنسان ولا ما يصحش ولا يصح. إيه اللي حضرتك عايز تقوله يا أستاذ محمود؟ أنا حماية من أفراد الأمن الإداري اللي الحمد لله جروا لا يقل عن 400-500 بلطجي بحوالي كل اللي معايا لا يتعدى 40-50 فرد، وطلبت إن أنا جبت لهم عصيان، لأن أنا مش داخل أتفاوض ولا داخل أسمع مظاهرة، أنا داخل بنجد مجموعة بيرهبوها وعايزين يولعوا بعربياتهم وعايزين يحرقوا بيوتهم، مش ممكن ان انا اخش سلمي. طب استاذ محمود ليه ما استدعيتش الامن؟ يعني احنا عندنا معلومات ان الامن واقف على الاسوار. لا ده انا استدعيته، انا هكمل لسيادتك. اتفضل. انا استدعيت الامن، ولكن انا ما كنتش هستنى لما الامن يجيله التعليمات وكان، لا انا دخلت بدات، والامن مشكورا بعد ما احنا دخلنا وسيطرنا وجريهم، الامن راح داخل بظهري فعلا، وبدا فعلا دخل وسيطر على بعض صناديق الزباله اللي كانوا مولعينها ما بين الشجر، وبدأ يتعامل معاهم بتفريقهم لما جروا بيجروا بره، بدأوا يتعاملوا معاهم وبيمسكوا منهم وبيطردوهم. اما انا كأمن قبضوا على حد يا فندم؟ انا امن اداري مسكت 12 واحده من البلطجيه الاخوان البنات وولدين، ومسكت ولد امبارح برضه في نفس الاحداث، وبرضه لما امن الجامعه استدعاني ان في قلق عندهم والعدد الموجود غير كافي، مسكت امبارح في احداث امبارح ثلاثه، واحد معاه فلاشه كان لو حصل في الدقهليه كان ممكن يحصل النهارده في اي منشاه من منشآت الازهر. يعني حضرتك القيت القبض على 12 فتاه من طالبات الاخوان، واثنين ولدين دول كانوا بيساعدوهم يعني؟ لا ما هم الاغلب الموجودين بلطجيه رجاله مع البنات. مفهومه. امبارح برضه عايز اوضح النقطه لحضرتك، هم حبوا ينفذوا ده امبارح وفشلوا. امبارح للاسف ما حدش في العربيه سلموها وصوروا كله. للاسف ما حدش عرف الكلام ده. امبارح برضه حبوا يعملوا كده، وتم القبض من خلالي برضه انا افراد الامن كلهم المحترمين اللي معانا دول، ان هم مسكنا ثلاثه منهم، واحد تم استخباء في احدى حمامات منشاه الازهر ولقينا معاه فلاشه
لاعمال تخريبيه وحرق بعض المنشات؟ لا، كان معاه الفلاشه دي يعني اعمال تخريبيه من انه نوع يا فندم؟ اعمال تخريبيه، حرق وتخريب ومخطط محيط الاضرار الشهير بمنشاته. يعني كان معاه على الفلاشه خطه لتدمير المنشات في الازهر بالظبط، والصور اللي تم حرقها على بعض المنشات وبعض العربات وهم بيحتفلوا بيرقصوا عليها. وسلمتوا هذه المستندات للنيابه او للشرطه؟ ما انا كمل سلمت الشخص بالفلاشه اسم مدينه نصر امبارح، ومسكت في نفس الوقت امبارح واحد لا ينتمي للازهر معاه طبنجه 9 مللي وفيها 6 طلقات، 3 حي و3 في شنك. ومسكت واحد كمان برضه. مسكته جوه الازهر ولا ايه؟ مسكته جوه الازهر. جوه الازهر معاه طبنجه فيها 6 طلقات. يا جمل مسكته بعد برضه ما فضينا مشكله امبارح واحنا ماشيين، بداوا جابوا عربيه زباله، انا اسف الله كلمه. اتفضل. ونقطوا عليها على الامن الاداري وهو خارج رايح يعمل بعيد منشآت الازهر، وتم التعامل معاهم ومسكناهم داخل وهم بيجروا وبيطاردوا بعض افراد الامن داخل قطاع معادي الازهريه وهم خارجين من جامعه الازهر، وتم القبض عليهم فعلا وبحوزتهم الحاجات ديت، وهو الواد اللي بتاع الفلاشه والواد الثاني اللي هو لا ينتمي الازهر طبنجه 9 مللي ما معهوش غير اعداديه ومن الشرقيه بالتحديد. طب استاذ محمود، اللي حصل النهارده من الاشتباكات مع البنات، وهل يعني احنا عندنا انباء بتقول ان هم احدثوا تلفيات بالفعل، مزقوا احدى اليافطات وفي زجاج بعض الكليات تم تكسيره، لو ممكن تقول لنا التلفيات اللي حصلت النهارده؟ لا لا لا، بص يا فندم، تلفيات في اي منشاه لم يحدث لانه ما يتمكنوش من الوصول لاي منشاه. تمام. ولكن هي العاده البنيئه بتاعتهم يقطعوا شجر، يحذفوا طوب على العربيات. في كان على العربيه او اثنين حذفوا عليها طوب كسروا ازازه. في عندي الاصابه لبعض الامن ودتهم مستشفى الزهراء للكشف الطبي. اصابات نوعها ايه؟ والله يا لسه انا لان ما تابعتش معاهم، انا نقلتهم وكان همي في ان انا امن الجامعه واطلب مصير الامتحانات. اللي انا عايز اقوله بقى يا فندم، اتفضل، عشان ما حدش يطلع يتكلم بالحته دي ويا ريت الاعلام يساعدني فيها، ان النهارده انا سبب ان انا طلبت تدخل الشرطه، الحمد لله بعد ما احنا سيطرنا انا تعمدت تدخل الشرطه لسببين. السبب الاولاني ان انا ابعت رساله طمانينه لكل طالبه وكل طالب وكل عضو هيئه تدريس ولكل ام ولكل اب وللشعب المصري كله، ان الشرطه ان شاء الله هتبقى متواجده لتامين اعمال الامتحانات في جامعه الازهر وباذن الله بجميع جامعات مصر، وان امتحانات نص العام هتتم غصب عن عين اي حاقد للبلد، لان مش ممكن ابدا نضحي بام او باب تعبوا طول السنه عشان يوفروا جنيه واثنين وثلاثه عشان يوفروا حياه كريمه لاولادهم. يعني الشرطه هتكون موجوده في ايام الامتحانات داخل الحرم الجامعي؟ موجوده، والكلام ده بتوجيهات رئيس الجامعه بالكامل، واحنا خاطبنا فعلا الجهات الامنيه علشان خاطر احنا ما بنطلبش النهارده ده نحكم الشرطه. جالكم موافقه يا فندم؟ ان شاء الله في تنسيق جاري وباذن واحد احد ان شاء الله ربنا يسهل الموافقه تبقى موجوده، ويا ريت الشعب والاعلام كله مفهوم يا فندم، ولازم الموافقه ولازم مفهوم وجود الشرطه علشان خاطر ديت ما ينفعش ابدا ان احنا نقعد نتفرج لحد ما البلد تتحرق او تضيع مننا. اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ محمود صبيحه المسؤول عن الامن في جامعه الازهر، يطلعنا على بعض التطورات واشتباكات طالبات الاخوان مع الامن الاداري. زي ما حضراتكم سمعتم يبدو ان الطالبات ما بيروحوش لوحدهم ولكن بيكون معاهم ايضا رجال ملثمين، تم القاء القبض على احدهم ومعاه طبنجه، تم القاء القبض على اخر ومعاه فلاشايه فلاش ديسك موجود عليها خطه او مخطط لتدمير بعض المنشآت داخل جامعة الأزهر. احنا مستمرين مع حضراتكم في التغطية وفي انتظار تشييع جثامين الشهداء من مسجد النصر في المنصورة، الشهداء اللي سقطوا امبارح في التفجير الإرهابي اللي استهدف مديرية أمن الدقهلية. نكرر ترحيبنا مرة أخرى مع ضيفنا في الاستوديو الكاتب الروائي الكبير أستاذ إبراهيم عبد المجيد. اعذرنا يا فندم على طول هذه المقدمة. ايه رأي حضرتك في اللي بيحصل في الازهر؟ يعني الناس كلها بص على الدقهلية، دايما تلاقي جبهة اخرى وجبهة تالتة بتتفتح. الازهر الحقيقة لازم نعترف يعني ان الاخوان استطاعوا من زمان جدا ان هم يتسللوا للجامعة. تتذكر مثلا ايام حسني مبارك كان معظم مظاهرات الجامعات المصرية كلها طلبة اخوان، وكان دايما يشعرتهم مع حماس وحاجات كده، استطاعوا ان هم يعني يسيطروا على قطاع كبير من الشباب في الجامعات. والازهر قبل الجامعات، الازهر من السبعينات، يعني انا فاكر في السبعينات
كان في معركة كبيرة جدا بين اليسار وبين الشيخ عبد الحليم محمود الله يرحمه، رغم انه مفكر كبير جدا وكاتب يعني مفكر يعني كاتب في الدراسات الفلسفية والإسلامية كويس، لكن هو كان ضد اليسار بشكل أو بآخر. والمعركة استمرت فترة طويلة وتشال فيها عبد الرحمن الشرقاوي من روزا اليوسف، كانت معركة كبيرة يعني. الأزهر استهدف، سيبك بقى من عبد الحليم محمود الله يرحمه، ده فات 40 سنة على الكلام ده. الأزهر استهدف وأصبح فيه فعلا يعني خلايا إخوانية كتير جدا جدا، لأنه طبعا مكان أقرب للاستهداف، فطبيعي إن ده يحصل فيه يعني زي الجامعات، بس هو أكتر من الجامعات، عاوز وقت طويل جدا. وعلى كل بقى مجلس جامعة إنه هو يقرر الطريقة اللي واجه بيها ده يعني، فده طبيعي يعني. بس ده ما كانش الطبيعي أيام يعني حضرتك لما كنت طالب في الجامعة، كان ليك نشاطك وكنت تشوف نشاطات تانية. لا احنا عصرنا اختلف، احنا كنا عصرنا كان عصر اليسار والنصريين، وكان الإخوان لسه طالعين من السجون جديد، كنا احنا في نهاية التعليم يعني آخر الجامعي، فكانوا بياخدوهم المحافظين، محافظة اسكندرية ومحافظة الأسيوط بالذات، بدأ محمد عثمان محافظ السينك ساعتها، كان بيقضوهم يدربوهم في معسكرات على الكاراتيه وعلى كده عشان يضربوا اليساريين، وبدأوا الإخوان. لكن احنا عصرنا كان عصر مختلف خالص، حتى المظاهرات اللي حصلت في عصرنا 68 كانت طبعا احتجاج على الأحكام اللي هي كانت غير مناسبة لقادة الهزيمة يعني. وبدأت من 68 الحياة يعني، وكان قادة المظاهرات دي يساريين تروتسكيين أكثر من غيرهم، فكان عصر مختلف يعني. عصر كان لسه كان فيه بقايا الفترة الليبرالية موجودة، لكن ده العصر ده استهدفت مصر 40 سنة، كل الأفكار المتخلفة بيسموها في الدين الإسلامية متخلفة انتشرت في مصر، واستطاعوا هم ركزوا، هم شاطرين لأن النظام سيبهم، النظام ما كانش حتى بيواجه ده يعني. هم سموهم جماعة المحظورة، هم شغالين، كان بيقبض على كل سنة في يناير على اليساريين أو على المثقفين أو كتاب بحاجة إنهم شيوعيين، وسايب المحظورة اللي بيسميها محظورة، يعني كانش محظورة الحاجة، كان شغل اتفاق مع بعضهم، خدوا الشعب يعني، خدوا الشعب. بس الوضع دلوقتي اتغير، اتغير طبعا. حضرتك قلت كده انه جماعة الاخوان فضلت سنة كاملة في الحكم، فاتغيرت القواعد اللي موجودة على الأرض، لان هو الارهاب هو الرديف بتاعهم، هو الاظهار وقت الحاجة، هم دلوقتي في الحاجة اللي دلوقتي انه راح الحكم. لكن الوضع اتغير على مستوى مصر، ان ظهر جيل تاني خالص خارج التصنيف ده اللي هو جيل ثورة يناير. الجيل ده لا اخوان ولا غيرهم، الجيل ده مع القيم الإنسانية العامة يعني، حرية والإقاء والمساواة والعيش والعيش والكرامة الإنسانية وبتاع، وهو ده اللي بيقود المعركة دلوقتي، سواء الأجهزة الأمنية بتعمل ده، لكن هو في النهاية هو اللي ضد هذا الإرهاب وضد كله، هو الظهير الشعب، هو ظهير الشعب يعني. وده المهم، وأعتقد برضو أن كل ده هياخد وقت، بس أنت عندك بؤر، كل بؤر هتاخد وقتها، ما تقدرش في يوم وليلة ناس تمسح عقلها وأسرها، والطلبة دول لهم أسر في الغالب، الأسرة دي إخوانية اتمسع عليها عبر السنين، مش هتيجي في يوم وليلة. بس احنا عاوزين تقدم على الجبهة الأخرى، تقدم باقتصادي واجتماعي يعني، عارف انت، على أساس الناس تلاقي ما يدعوها للتراجع عن الطريق الضال اللي هم ماشيين فيه. يعني بخيال حضرتك كده ككاتب ليك روايات كتيرة عن الشأن، سواء عن اسكندرية وإن شاء الله قريب عن القاهرة، شايف ان هذه المواجهة تخلص ازاي؟ هل تخلص باستخدام الحلول اللي احنا شايفينها دلوقتي على الارض، تجفيف منابع الارهاب في سيناء وغيرها من هذه الحلول، ولا الناس ليها دور في المواجهه دي؟ بالنسبه للارهاب ما ينفعش معاه اي دور للناس، لازم دور عسكري، دور امني، ده ارهاب. لكن بالنسبه للافكار الناس ليها دور، والمؤسسات ليها دور، والاحزاب ليها دور، والجامعه ليها دور، والتعليم ليه دور، والمدارس ليها دور، والندوات يعني عارف انت، وتتعمل ولقاءات وحوارات، ده موضوع ياخد وقته. بس كل ده لازم يكون ليه ظهير اجتماعي واقتصادي يعني. مش هتقعد تروح انت قرية مثلا المياه مقطوعة عنها والارض متصحرة وتقعد تقول لهم ان الاخوان وحشين، لا، انت وصل لهم المياه والزراعة وكده، وبعدين اقعد اقول لهم هيصدقوك، لان هم في الاخر يعني وريهم امارة يعني، وريهم امارة يعني، امارة اقتصادية واجتماعية بزل. لان احنا الحقيقة ولازم نعرف الحكاية دي، احنا في الاربعين سنة اللي فاتت دول تلتين مصر بقى عشوائيات وفقر وخراب ومرض، شيء اجرام لم يحدث في التاريخ، 40 سنة من الاجرام في حق الشعب المصري. انت تسيب اي شارع عمومي في اي حي راقي وخش الشوارع الضيقه اللي وراه، وهتلاقي ما لا يعني عين رأت ولا اذن سمعت من البؤس والفقر. لازم نشوف حل، لازم نشوف حل، بقى لنا دلوقتي كام سنة بنتكلم على عشوائيات، لازم نشوف حل وخطة عالمية، ولازم نشوف حل، لازم نشوف حل في المدارس اللي هي مش مكفيه، اللي الفصل اللي فيه 70 و80، لازم كل ده نشوف حل، ما تمشيش معركه ومسيب معركه، كله لازم يمشي بارلل مع بعضه. بس طيب المفروض ان احنا عندنا الثلاث اسابيع اللي جايين دول اسابيع مهمه جدا في عمر البلد،
يعني النهاردة على سبيل المثال الإخوة المسيحيين الكاثوليك بيحتفلوا بعيد الميلاد، فدي برضو نقطة مهمة جدا ان احنا نتكلم عليها، لانه في وسط تفجير استهدف مديرية أمن الدقهلية هيكون هناك مجهود مضاعف من أجهزة الأمن عشان تأمن احتفالات الإخوة المسيحيين الكاثوليك بأعياد الميلاد. بعديها في رأس السنة، وفي كتير جدا من المصريين بيحتفلوا برأس السنة، 7 يناير في أعياد الأقباط الأرثوذكس، وبعديها بأسبوع كمان في الاستفتاء على الدستور. محطات كتير مضغوطة في 3 أسابيع. نبتدي منين؟ نبتدي اولا التامين طبعا، ده خلاص يعني هم معروف لازم يامنوا، لكن انا عندي يعني بتمنى يعني من الناس اللي ساكنه حوالين الكنائس ان تبادر هي ايضا ب يعني احاطه هذه الكنائس في ليالي الاعياد بتاعتهم على مسافات كده، بحيث ان يبدو ان يعني يبقى في احساس بالروح الحقيقي للامه المصريه، واي ارهابي هيبقى عارف انه لو فجر هيفجر الاثنين مع بعض او لا عمل كده يعني، وده سهل على فكره والمصريين ممكن يعملوه وعملوه قبل كده كمان في مناسبات كتير. فانا اتمنى ان ده يحصل على جنب بقى الخطط الامنيه الطبيعيه اللي لازم تتم يعني. يعني لازم على الاقل 50 متر او 40 متر يتم وضع اجهزه، وبحيث ان انا اعرف كل حاجه يعني. هو الجماعات الارهابيه دي عايزه تستنزف قوات الامن؟ يعني بتحاول تيجي في وقت الاستفتاء على الدستور وتشتت وجود الامن في كذا؟ طبعا هو الدستور يعني الخروج الناس ده مستهدف، لكن انا ما عنديش مشكله معاهم في ده، لان انا مطمئن الناس هتطلع على الدستور، لان المصريين الحقيقه بيستوعبوا يعني. ان اول الاسبوع اللي فات كان الشهيد سائق التاكسي، الحادثه دي كمان 3 4 ايام الناس هتشتغل في حاجه ثانيه. المصريين ده بقى ايقاع الحياه، وبيروا ان ده خارج عن حياتهم وهياخد له وقت يعني، فالناس هتروح يعني، ما فيش خوف ان الناس تروح. ما بيخافوش لا، ولا هيحطوا في دماغهم ده. لكن اذا عدت موضوع الكنائس على خير، اعياد الاخوه المسيحيين سواء كاثوليك او ارثوذكس او انجليين او غيرهم، المسيحيين لو ما عداش على خير ممكن يخافوا. لو عدى على خير مش هيخافوا، لان هم اصلا بتوع سلام اكتر من غيرهم. هم مسالمين، المسيح عليه السلام كان مسالم اكتر من غيره، فهم مسالمين اكتر من غيره. فلو حصل تفجير في اي كنيسه ممكن يترددوا، ولذلك انا ارجو ان هم حتى مش عشان الدستور، لان احنا عشان المصريين، احنا مصر يعني مش ناقصين كل شويه نلاقي تفجير يعني، الناس ابرياء يعني. حضرتك متوقع ان رغم هذه العمليات في الاخر المصريين هيستوعبوا ايقاعها، هيعرفوا ان هي مش بتاعتهم، هينزلوا كمان للدستور، عارفين من غير اي حاجه ان دي عملها ارهابيين وهيروحوا للدستور، وان دول بيعملوا كده عشان طلب الحكم، ومش هيرجعوا الحكم تاني، ولن يعودوا الى حكم مصر مره اخرى. لن يعودوا مهما فعلوا، انتهت القصه، انتهت. النهارده كان في بعض التصريحات في الساعات اللي تلت هذا العمل الارهابي، بتقول ان رئيس الوزراء اعلن بالفعل ان جماعه الاخوان هي جماعه ارهابيه، والوزير احمد البرعي قال انه ليس مكان في مستقبل هذا الوطن لجماعه الاخوان. هو ما يعلم، تصريح زي ده يفرق في ايه؟ هو يعلم ما يعلنش، هو كويس انه يعلن ده. بس يعلم ما يعلنش، هو الشعب معتبره ارهابيين خلاص. انت شفتش ان الظاهرات في المنصوره الاسبوع اللي فات لما مات سائق التاكسي، كان ماشيه تقول يعني الشعب يريد اعدام الاخوان، النهارده هيقولوا ده 10 مرات وفي كل حته. فالموضوع اصبح دلوقتي، و30 يونيو دي اللي عملها مين؟ مش الشعب المصري. 30 مليون واحد من الشعب المصري لاول مره جماعه ارهابيه او حتى جماعه سياسيه سميها لغايه 30 يونيو ماشي يا عم، الشعب يطردها من حياته، ولا عوده لاحد طرده الشعب من حياته. يعني ممكن رئيس يحصل عليه انقلاب عسكري يجي تاني، لكن لا، الشعب عندما يطرد شخص خلاص خلصت. طلعوا 30 مليون، كون بقى الاجهزه السياديه وقفت مع الشعب بعد كده، لكن قبل كده لا، الشعب اللي طلع فخلاص. انت مع السلامه، انت واهلك وعشيرتك، والتاريخ ده كله كان غلط ومزيف. 80 سنه هناخد وقت على نعيد تفكير بعض الكثير من الناس، لكن في كثير من الناس قطاع رهيب، كل اللي طلعوا في 30 يونيو كارهين هذا التاريخ. 30 مليون، انت عاوز اكتر من كده؟ وكلهم اجيال وسط وشباب. شايف ان برؤيه الكاتب ان الفتره الجايه الشعب فيها هيستعيد عافيته، هيشتغل اكتر، ولا هنفضل في هذه الدوامات السياسيه؟ لا لازم، ده السياسه بقت التفجيرات دي هتبقى هامشيه، لكن المعارك الاساسيه هتبقى بعد كده في مجلس الشعب، مش معارك يعني، مناقشات يعني وكده، معركه الرئاسه. النهارده على فكره عاوز اقول لك على حاجه، انا ملاحظ حتى من الناس العاديين لما بقعد معانا في القهوه واقعد مع حد اعرفه او في مركب تاكسي وبتاع، ان الحوار كله مين الرئيس؟ مش الدستور نعم ولا لا، كله مشغول بالرئيس. لان ليه؟ تجربه المصريين بقى 60 سنه ان الرئيس هو اللي بيعمل كل حاجه. طبعا هي كانت تجربه غلط،
يعني المفروض الرئيس بيعمل كل حاجه مش بمزاجه يعني بيبقى في رقابه شعبيه ده الصور بقى بيكفل هذا الجديد يعني لما تجربتهم هو الرئيس السلام مثلا من 18 سنه بعد ثوره يوليو يقولوا عبد الناصر وبعدين 10 سنين السلام الام مبارك محدش بيقول النظام يعني فده جانب نفسيا بيقولوا مهتمين بالرئيس مجلس الشعب الاخير كرههم في مجلس الشعب واللي قبله يعني مجلس الشعب طول عمرها مجلس دوله من 52 ولما كان بينجح مجموعه من الليبراليين او كده بتبقى بالعدد والمقاس يعني بحيث ان يبقى فيه معارضه ظاهره للعالم لكن في الاخر الاغلبيه مع الحزب الوطني او مع الحزب الوسط او مع او قبل كده ما كانش فيه احزاب ونفس الحكايه برضو بالنسبه للاخوان المسلمين وكده وبتاع فمجلس الشعب بالنسبه لهم مش مهم المهم الرئيس لكن طبعا مجلس الشعب هيبقى مهم والرئيس هيبقى مهم ودي المعركه المهمه يعني بس. طيب اشكرك شكرا جزيلا للكاتب والروائي الكبير الاستاذ ابراهيم عبد المجيد على تحليلك لينا وزي ما استاذ ابراهيم بيقول الشعب المصري هيقدر يستوعب مثل هذه الاحداث ايوه ببعض الحزن ولكن هيكمل هينزل للدستور وبيفكر من دلوقتي من هو الرئيس المقبل. خلونا نخرج إلى فاصل قصير بعد الفاصل القصير نتابع ردود الأفعال العالمية والدولية على حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية وهيشرفنا فيه الكاتب الصحفي الأستاذ عزت إبراهيم بعد الفاصل. Thank you.